عبر التاريخ ابتليت الأمم بطغاة متألهين، خلد القرآن قصص أشهرهم لتكون عبرة للمتقين. فرعون. أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون فجاءه وخاطبه بأعذب الألفاظ ليلين قلبه فيخشى، ولكن الطغيان ران على قلب فرعون فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر السحرة والناس ثم نطق بكلمة الكفر والجهالة فقال أنا ربكم الأعلى. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ولكن أين المفر من عقاب الله؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قارون إنسان عادي من قوم موسى، فتح الله عليه أبواب النعيم ووهبه من الكنوز ما وهبه، فعاش في ترف وبذخ وخيلاء حتى بغى وتجبر وأفسد في الأرض. وابتغ فيما فما كان بعد هذا الجحود إلا العقاب العسير. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. في لمحة خاطفة ابتلعته الأرض وذهبت بداره، لم ينصره من دون الله أحد، ولم ينفعه جاه ولا مال. النمرود ذكر في الإنجيل والقرآن وعرف بأنه واحد من أعتى ملوك الأرض. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت
أُوتِيتَ؟ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أراد الله أن يجعل في موت النمرود آية فهزمه ببعوضة دخلت من أنفه واستقرت في رأسه فعاش متألما، وقيل إنها كانت كلما تحركت ضرب على رأسه بالنعال والمطارق لتهدأ حتى مات.